بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، إن شاء الله هنبدأ سلسلة تحت عنوان الحيل والخداع القانوني. والحقيقة إن النفس البشرية كما أنها تميل دائما وغالبا إلى الخير، فإنها تميل أحيانا إلى الشر، لكن دايما بنمني أنفسنا بأن الخير سينتصر في النهاية. من هذا المنطلق هنبدأ نعرض لبعض الخدع أو الحيل القانونية اللي بيلجأ إليها البعض يعني سلب حقوق الناس بدون وجاهة. واسمحوا لي إن احنا يعني نبدأ الموضوع بأهم حاجة في أغلب التعاملات اليومية، وهي عقد البيع. فعقود البيع وبالذات فيما يتعلق بالعقارات، بيع شقة، بيع أرض، بيع عمارة سكنية، البائع غالبا بيقوم بعمل توكيل إلى المشتري، وفي نفس الوقت بيديله مفتاح الشقة أو يسلمه الأرض أو يديله حيازة المكان اللي باعه، والمشتري بيطمئن إلى هذه الإجراءات، ويمكن يروح لمحامي يديله كمان يقول له مستندات الملكية مظبوطة، يبقى الحمد لله. الحقيقة هذا الكلام كلام كويس جدا، لكن الحيلة هنا أو الجزء الذي قد يغري أصحاب النفوس الخبيثة إنه مسألة قبض الثمن غير موجودة في الورق. يعني لابد عشان البيع يبقى صحيح هيشتري يتأكد من سند ملكية اللي بيبيع له، نمرة 2 يعمل له توكيل ماشي مفيش مشكلة، نمرة 3 ودي بقى اللي عايز أتكلم فيها، يجب تحرير عقد بيع مكتوب من البائع للمشتري، وأن يسجل فيه بوضوح بند الثمن، وأن يكون الثمن محدد. هذا الكلام بنقوله لأن إذا البائع بعد كده أنكر قبض الثمن، فالتوكيل والبائع والمشتري اللي هيبيع لنفسه أو هيتصرف بطريقة أو بأخرى في هذا العقد، في هذا التصرف أو هذا البيع، لن يجدي شيئا من أجل إثبات الثمن. يبقى إذن إثبات قبض الثمن الفلوس لابد أن يكون إيه؟ مكتوب في عقد بيع ابتدائي. عشان كده لابد أن ننبه إلى هذه الجزئية. إن شاء الله ننقل إلى حيلة أخرى أو حاجات شائعة. هنتكلم في حاجات شائعة الناس ما بتاخدش بالها منها، ولكنها تمثل خطر في التعاملات القانونية. احنا عارفين ان قانون الاثبات المصري ليس من النظام العام، بمعنى يجوز للطرفي المتنازعين مثلا ان هم يتفقوا على اللجوء الى وسيلة اخرى للاثبات. يبقى اذا هذا الكلام معناه ان لو ان شخص ما طلب من المحكمة الاثبات فيما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بدون الكتابة والمحكمة هنا ملهاش خيار. يعني أنا واحد قلت عليه 100,000 جنيه ورفعت عليه دعوة ومعيش مستند، هل المحكمة هتقبل الكلام؟ المحكمة تقبل الكلام. وطلبت إحالة الدعوة للتحقيق عشان نسمع شهود، عشان هم دول اللي حضروا واقع تسليم الفلوس، المحكمة هتستجيب. طيب أنا بقى دوري إيه بقى كطرف تاني أو خصم؟ لابد أن أتمسك بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. ليه؟ لأن إحنا اتفقنا أن قانون الإثبات ليس من النظام العام، وبالتالي المحكمة أنت حر، يعني هتستجيب لطلبك في أنها تمنحك الفرصة أن تثبت دعواك حتى ولو بشهادة الشهود فيما يجاوز ما هو يجب أن يثبت بالكتابة. فبالتالي الحل هنا أو يجب على الخصم هنا أن يتمسك بإيه؟ وفقا للمادة 60 و61 من قانون الإثبات، بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. بشكركم جدا، واسمحوا لي أن احنا نقدم مجموعة من الحلقات متعلقة بفكرة الحيلة القانونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.